شو معناته الحكي؟ معناته انه بالايام الجايه لازم تحتاط امنيا اكثر، او حتى تترك، او حتى شو؟ تترك كل هاي اللعبه وترجع لحياتك غمار. اترك هاي اللعبه وارجع لحياتي. انت شو صار لك؟ ها؟ انا بدي اهرب كرمال كم رصاصه. انت بتعرف كم في رصاصه بقلبي لحتى اقدر ترجع ادعس بقصر الغانم؟ ظاهر انك نسيت. بتقلي هلا اطلع برا هذا اللعبه. على كل شيء حديثنا هلا بدك تحكي لي جاد بالتفصيل الممل شو صار معكم من لحظه طلعتوا من القصر لوقت صار الحادث. بدي اذكرك بشغله واحده بس، لا تنسى انه اليوم كان ممكن تحمل نعش اخوك على كتفك. بعيد الشر، قبل ما اقول لك شو اللي صار في شيء ضروري لازم خبرك اياه. انا ما بقى فيني كفي، بدي اقدم استقالتي غمار. استقالتك؟ شو التخبيص اللي عم بسمعه انا هذا؟ شو هالجاد اللي ما عم اعرفه؟ انا ما بقى لي مصلحه بهذا الشغل. ما بدي اعيش كل يوم حاسس حالي بين الحياه والموت غمار. لغت شو عم تحكي؟ انت بحياتك ما اشتكيت من هالموضوع. ربينا انا وياك تحت الموت والضرب. من طول عمرنا بنشتغل بالرصاص وبالمخاطره. شو صاير معك؟ حط عينك بعيني جاد وقل لي شو عم بيصير معك. بصراحة أمي وضعها مو كتير منيح، وما بقى بدي أشوفه عم تمرض بسببي. سلامتك أمك. غانم بده يشوفك. خير شو بده؟ بده يسمع منك كيف صارت معكم الحادثة بالتفصيل. جاد، أنت بتعرف تماما شو بدك تقول له. بالنسبة لموضوع الاستقالة، حاعتبر حالي ما سمعتها. أنت بتعرف مصلحتنا منيح وبتعرف ليش نحن جينا لهون. احكي لي بالتفصيل كيف صار الحادث امبارح؟ تفضل. رح اطلب من الدكتورة بيان تفحصك. حل عنا للدكتورة بيان، خليها تطلع من صدمتها هلا. بالديوان في ناس كتار جايين يسلموا عليك ويقفوا معك باللي صار. دخيلك يا اسعد، ما الي خلق شوف حدا ولا اسمع حدا. شوف شو بدك تعمل وقوم بالواجب.